هذا وقد وافتنا مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم بهذه الرسالة. نعم، بعد التحية نتابع معكم من مركز المنارة للمعارض الدولية والمؤتمرات فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة. هذا الملتقى والمعرض الذي انطلق أمس بحضور وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويستمر حتى الغد، حتى 31 من الشهر الجاري، وينظم اتحاد الصناعات المصرية تزامنا مع مرور 100 عام على تأسيسه. إذا تحدثنا عن الملتقى والمعرض فهو يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية والتجارية الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال 3 أبعاد رئيسية هي البعد الاستثماري والاقتصادي والبعد الإنساني وبناء الإنسان وبعد الجمهورية الجديدة. وتقام كل هذه الفعاليات بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والمستثمرين وأيضا رجال أعمال وأعضاء الغرف الصناعية والتجارية المصرية والعربية والأجنبية. إذا تحدثنا بشكل أكثر تفصيلا عن فعاليات هذا الملتقى والمعرض فهو يضم عدة جلسات نقاشية وحوارية حول عدد من المحاور الهامة كالفرص الصناعية في ضوء التحولات العالمية وتوطين وتعميق الصناعة المحلية محليا وإقليميا نحو تنمية صناعية مستدامة، وأيضا جلسات أخرى عن الإمكانيات والفرص التصنيعية في ضوء سياسة الدولة. أما المعرض والذي نتواجد به الآن فهو يقام داخل 3 قاعات رئيسية على مساحة بتتجاوز 10,000 متر مربع، ويضم أجنحة متنوعة لشركات قطاع خاص وقطاع أعمال وأيضا شركات أعضاء بغرف اتحاد الصناعات وجهات دولية مختلفة، إلى جانب أيضا تخصيص مساحات لعقد التشاورات الثنائية وأيضا الشراكات المستقبلية. بشكل عام يعني الهدف الأساسي من هذا الملتقى والمعرض فهو فتح أفاق أمام النهوض بالصناعة وتوطينها في ظل التحديات الاقتصادية، إلى جانب أيضا دعم الشراكات المتبادلة وعرض قوة الصناعة المصرية والتي تعد أحد أهم الركائز للاقتصاد المصري، إلى جانب أيضا إلقاء الضوء على المبادرات التي تنفذ بواسطة الدولة كالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وأيضا مبادرة ابدأ والتي يعني هدفها الأساسي هو دعم الصانعين وتعميق التصنيع المحلي. كانت هذه كل التفاصيل، أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.